كم سنة؟ تعال. 31 سنة. 31 سنة بقالك في دهب قد ايه؟ بقالي سنتين. سنتين. ايه اللي جابك ده؟ طبعا هنا الهدوء وبعيد عن الدوشة، وطبعا الشغل ومجال السياحة هنا يعتبر بالنسبة لنا افضل. يعني السايح بيجي هنا بيبقى مبسوط؟ طبعا بيبقى مبسوط، وعارف ان ما هو مش موجود الاماكن اللي موجودة هنا في بقية العالم كله. لو لف العالم مش هيلاقي الاماكن اللي موجودة هنا في السياحة زي اللي عندنا، مش موجودة عند حد. انت جيت من سنتين، يبقى كان كورونا. كانت كورونا، بقت الدنيا نامت. الحمد لله الدنيا ابتدت تشتغل دلوقتي. اتحركت ازاي وجيت دهب في الكورونا؟ اتحركت ازاي؟ عادي. لا مش اتحرك. ايه اللي حركك؟ ايه اللي الدافع؟ من قبل الكورونا واحنا هنا اصلا. يا ستي قلتي من سنتين، فده يعني عجزك، كورونا تعجزك. مش لدرجة تعجيز، لا. كده كده احنا عندنا مبدأ هنا، يعني احنا عاملين حسابنا ان السياحة بتبقى سيزونز، يعني على حسب الظروف. كلمة منك بقى، شاب بيشوفني انا وانت او فتاة كده في اول حياتهم، تقولهم ايه؟ ما بيستناش حد، احنا اللي بندور وبنروح وبنجتهد. الشغل ايه؟ ما بيستناش حد، الفرصة ما بتستناش. احنا اللي بندور. احنا اللي بندور وبنجتهد وربنا بيوفقنا في الاخر. شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر. شبابها الواعي اهو. يجي واحد بقى يقول لك الحق، دولار غلي، اجري، امسك، بيطلع، بينزل، اهو. قاعدين اهو. كل اللي يقدروا يعملوه بيعملوه. هو مؤمن بنفسه، عنده إرادة في نفسه. أنا أحبط ليه؟ أنا ما أعملش حاجة لنفسي ليه؟ هجيلك. تعال. الجمال ده جبارة بقى وطفايات وبتاع. طبعا شغل يدوي كله. الجمال ده فعلا ده كله يدوي؟ كل الحاجات دي شغلنا يدوي فعلا. بتجيبوا الشغل ده منين؟ احنا اللي عاملينه يدوي من أول بداية خلالها. ده شغلكم انتوا؟ تمرين كاتشرز ده. عاملين ايه في دهب كده؟ كلمني. الموضوع كويس يعني نسبيا، احسن من بعد، يعني من بعد ما السيد الرئيس عمل مبادره للناس تيجي مصر اللي هم مصريين، فكان ده كويس احسن بكتير. انما قبل كده يعني كان السياحه واقفه شويه، ودلوقتي الوضع بدا يتحسن شويه، يعني احسن، واحنا مبسوطين جدا دلوقتي. مبسوطين. بقالك في دهب قد ايه؟ يعني من 2010. فخورة بيكم. الله يخليك. ومبسوطة اني جيت دهب وشفتكم. احنا مبسوطين عشان انتوا بتيجوا تنقلوا راينا بس مش اكتر. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. تحيا مصر طبعا. كلام من القلب كده، كلام ما فيهوش لا هتزايد عليه ولا هتعمل فيه، كلام كده تحس ان انت يعني مش عارفة، يعني أقول سبحان الله العلي العظيم، أكيد جنة ربنا أحلى كتير. قطعة من أوروبا. تعال، أنت غششتني وهتطلع جنبي. تعال. إيه الجمال ده؟ ده جمالك يا ست الكل. فعلا بقت قطعة من أوروبا. هي قطعة من أوروبا. حضرتك بقالك هنا كام سنة؟ يعني ممكن تقولي 30 سنة. تعرف اسمك؟ أحمد عم مقصود. من 30 سنة في دهب؟ كانت بالحلاوة دي من 30 سنة؟ كانت تراب، كانت رملة. رملة وشوية جمال رايحين، شوية جمال جايين. طبعا مع النظام الجديد اتجددت، اتعملت دي تاني مره تتعمل. ايه كانت قبل كده؟ رخام. قبل كده كانت بلاط، قصدي مسلح كده وبتاع، ومدي شكل ايه رايح جاي كده بيلف كده. دلوقتي مع الوضع الجديد ده اتعملت بلاط، ماشي. البلد نظفت، بقت فيها رعايه اكتر من الاول، بقى في برضو المسؤولين بيدوروا على الناس اللي موجودين هنا اكتر، ماشي. كان فيه مش عايزينكم ينسبوها وتمشي. لا هم دلوقتي هم ما هنمشي، مين هيقعد فيها؟ هم النهارده بيقدموا خدمات علشان اللي زي حالتنا يقعد ويفتح محله ويشتغل، يجيب بضاعه، يمشي السياحه الداخليه، السياحه الخارجيه كده. طول الوقت اللي فات كانت تعدى عليكم تحديات وصعوبات؟ جدا جدا. شويه ارهاب، شويه نظام مش عارف ايه، شويه بلطجه. بس النهارده الحكومه منعت كل ده. النهارده الدهب بقى عامل ايه؟ دهب النهارده عروسه. دهب النهارده عروسه بصراحه. وانتوا عاملين ايه؟ السياحه بدات تيجي؟ السياحه الداخليه شغاله حلوه. في فتره الاجازات بتبقى ماشيه حلوه جميله جدا. لكن بعد طبعا مدارس كليات ما بتخش، الجو يبدا ايه؟ زي ما انت شايف كده، يبدا يخف. احنا بقى بنتمنى من ربنا ينزل لنا بقى الزبون اللي كان بينزل لنا قبل الثوره، اللي هو الروسي، الالماني، الانجليزي، الايطالي. كانوا بيقعدوا هنا بالاسبوع بثلاث اربع ايام. النهارده في بيجيني مثلا من شرم الشيخ جروبات،
او مثلا رحله برضه بالنسبه للاجنبي ممكن يقعد الرحله مثلا يومين وبيمشي هو بيتمتع بالبلد. اه حضرتك كم سنه؟ انا ممكن تقولي 60 55. ربنا يديك الصحه. كلمه منك بقى لكل الشباب اللي بتسمعنا، يعني اكيد انت راجل بتشتغل من بدري بقى لك فتره، كلمه منك بقى لكل شاب ممكن يبقى قاعد كده محبط قاعد. ما يحبطش، يسعى ويشتغل. بلد واسعه، بلد جديده وفيها منشآت بتتبني وفيها محلات بتشتغل، ما يقعدش. احنا بيجينا طلبه هنا في الاجازات بتشتغل. طلبه في الاجازات سيبوا جامعاتهم ويجوا يشتغلوا وبعدين يرجعوا. اه بيجي يشتغل، اه مثلا يعمل له شهر شهرين بياخد اي مبلغ بحيث انه مثلا ايه يشيل العبء شويه عن اسرته، معاه 2000 معاه 3، بينزل مثلا يشتري كتاب، يشتري لبس، بيشتري طاقه، بيعيش حياته بقيه الايه؟ الترم الاولاني. وبعد كده الترم نص الترم الاولاني ما بين الاولاني والثاني بيجي يقف له شهر 20 يوم خمس، اه بياخد مبلغ بينشط ايه؟ نفسه. ويعني ما يبقاش العبء، يعني لو عايز من ابوه 100 جنيه هياخد 50. صح، نورتيني وشرفتيني. الله يخليك.